هنا مسائل يا شيخ. نعم. أحيانا بعض العوام وبعض الضلال يقول إن من جلال الله تعالى أن لا يحلف به فيحلف ما دون ذلك. هذا من غرور الشيطان، بل الحلف بالله على وجه الصدق والتعظيم لله يكون من العبادة، يكون من العبادة، حسن. وهو من إجلال الله سبحانه وتعالى. أما الحلف بالمخلوق فإنه شرك بالله عز وجل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.